لمناقشة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ظل تقارب فرص المرشحين والقضايا الجدلية بينهما، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن عضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور أمين محمود. دكتور أمين، أهلا بكم. انتخابات الرئيس الأمريكي 46 تجري في أجواء مختلفة هذه المرة، طبعا مع تفشي فيروس كورونا، لكن هنا هل أثرت الجائحة على الحملة الانتخابية دكتور؟ السلام عليكم. أهلا بكم وبالمشاهدين. الحقيقة أن فيروس كورونا مؤثر تأثير كبير، وبالذات في مش في كل الولايات ولكن في أكثر الولايات. عشان كده التصويت غالبيا هيبقى بالبريد، لكن في ناس بتفضل أنها تنزل مهما كان الوضع، وهيبقى في التباعد الاجتماعي موجود، ما فيش تقارب ما بين الناس، ولبس الكمامات وخلافه هيطبق في أغلب الولايات، لكن عدد كبير جدا هيصوت بالبريد. ووجدنا النهاردة بدأ فعلا التصويت في ولاية نورث كارولينا بالذات عن طريق البريد. فقدمنا 8 أسابيع، شهرين تقريبا، بعض ولايات بدأت تصوت لكن بعضها هيبدأ في شهر أكتوبر. ففي مجال واسع للجميع انه يقدر يصوت بالبريد اذا كان ليه الرغبه، بحيث انه ما يروحش اماكن الانتخابات بصوره شخصيه خوفا من تفشي الفيروس كورونا او للزحام والاجواء اللي هي اوقات بتبقى فيها يعني مش مناسبه لبعض الاشخاص اذا كانت كبيره في السن او خلافه، ففضلوا التصويت من بيوتهم يعني عن طريق البريد. دكتور، عبر يعني حول التصويت عبر البريد، الرئيس ترامب يرفض هذه الآلية ولكن جو بايدن يتمسك به، لكن هنا ما البدائل في رأي ترامب وفريقه في ظل ظروف صحية صعبة يعيشها العالم؟ ما البدائل عن ذلك؟ هو ترامب طبعا بيرفضها، لأن لو تمت التصويت عن طريق البريد هتسهل لعدد كبير من الافراد بالذات الديمقراطيين اللي هم في اغلب الاحيان لا يذهبوا لاماكن الاقتراع بنفسهم، بيكسلوا انهم يشتركوا، وبالتالي وهم قاعدين في البيت هتبقى عمليه سهله جدا انك تملا الورقه وتحطها في البريد بدون ما تذهب. طبعا ترامب حاسس ان عدد الديمقراطيين اللي هيصوت بهذه الطريقه هيزيد، وبالتالي احتمال خسارته كبير، عشان كده بيرفض. لكن طبعا رفضه هو رافض لانه حتى مش معترف بالتأثير السيء لكورونا، وبيحاول يفتح المدارس بدري بدون اي وجود اي قوانين ثابتة من وزارة التعليم ومن الولايات المختلفة، فهو بيرفض هذا لكن ما عندوش اي مقدرة على ايقافها. دكتور امين، صلاحياته في هذا المفصل، يعني في تقرير جامعة واشنطن تقول أن عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة قد يصل إلى 410 آلاف بنهاية العام، طبعا وهو وقت الانتخابات. هل سيستفيد الديمقراطيون من هذه الإحصائيات في حملتهم الانتخابية دكتور؟ هي مفيدة، لكن طبعا أنك أنت تستغلها في حملة انتخابية عملية مش مضبوطة، وممكن تبقى محبطة لبعض الناس، فما أعتقدش أنه هيستغلوها. هيستغلوا على ضعف قيادة ترامب في أنه يخرج البلد من هذه الأزمة. هي دي النقطة اللي هيستفيد بها الديمقراطيين، وده بيركزوا فيها بقالهم فترة، حتى بغض النظر عن عدد الوفيات اللي هتتم. طبعا الوفيات محتمل أنها تزيد. عندنا في هذا الاسبوع، في نهايه الاسبوع الويك اند اللي احنا فيه دوت، يوم الاثنين يوم اجازه، وهيحصل ان في الناس بتخرج للشواطئ، هو بيبقى نهايه الصيف في حد ذاته، عيد العمال بتبقى يعتبر نهايه الصيف، وناس كتير بتخرج على الشواطئ والاماكن الجناين وخلافه، فبيحصل تجمعات اكبر، ففي احتمال ان يزيد مرضى كورونا لو الناس لم تراعي البعد الاجتماعي وخلافه. فده من الأسباب اللي ممكن تزيد في الفترة القادمة. نتمنى أنه ما يحصلش هذا، لكن ده احتمال وارد. زي ما دكتور أمين، فيما يخص الصين،
يعني مستشار الأمن القومي الأمريكي يقول إن الصين لديها أكبر برنامج بين الدول الساعية للتدخل في انتخابات الولايات المتحدة. برأيكم إلى ماذا تسعى الصين من خلال هذه الانتخابات؟ هو كل الدول طبعا اللي هي بالذات زي الصين وروسيا وخلافه بتحاول إنها تتدخل في الانتخابات بشكل دعايات فقط، ما بيقدروش يغيروا من نتائج الانتخابات. حتى التدخل الروسي في 2016 لم يغير من نتائج الانتخابات، ولكن بيعملوا دعايات وبيصرفوا أموال كبيرة على فيسبوك وتويتر بحيث إنه يغير رأي بعض الناس اللي هم ما بيبقوش مقررين من قبل مين اللي بيصوتوا ليه أو مين اللي هم متفقين على التصويت عليه. فالعمليات دي مش مهمة بالنسبة للناس اللي هي مقررة إنها تصوت فعلا للحاكم اللي هو الجمهوري أو الديمقراطي، ولكن تأثيرها أعتقد لأسباب بيبقى فيه رغبة زي أي فصيل. العالم العربي بيفضل عدد كتير من الدول بيفضلوا ترامب مثلا زي مصر وخلافه، للانظمه اللي فيها انظمه قمعيه. هنا دعني لا اغادر هذه النقطه دكتور، يعني بعد 4 سنوات من حكم الجمهوريين وقبلها كان 8 سنوات بالنسبه للحزب الديمقراطي، باعتقادكم مؤشر الشارع الامريكي ايهما يفضل الان في خضم هذه الجائحه، وايضا ربما تكون هناك عمليات قد تصيب الاقتصاد ليس فقط اقتصاد الولايات المتحدة وإنما اقتصاد العالم، أيهما يفضل الآن الشارع الأمريكي، الجمهوري أم الديمقراطي دكتور أمين؟ هو الحقيقة في الفترة الأخيرة ظهر إن الحزب الديمقراطي هو المفضل في الفترة الأخيرة، بالذات التصريحات والمقالة اللي خرجت في صحيفة أتلانتيك من يومين دي بتثبت ان ترامب قال كلمات سيئه للرجال اللي بيخدموا في الكيش. فحاليا بايدن في موقف افضل، هو بيزيد 6 ل8 نقاط فقط في طلعات الراي العامه يعني، لكن ده فرق ما هوش كبير، فاحتمال تروح اي جهه. لكن حاليا في احتمال ان بايدن فعلا يكسب، لان ترامب التصريحات اللي بيقولها وعدم قيادته وضعفه في قياده البلد على مرض على فيروس كورونا الحقيقه مسببه له ازعاج زائد عدد كبير. ترامب طبعا هو ضامن العدد اللي هو بيصوت له دايما اللي هم الريببليكان اللي هم ما بيغيروش رايهم، لكن الناس اللي هم المستقلين حاليا بداوا يميلوا الى الحزب الديمقراطي اكثر من بسبب اعمال ترامب اللي هي سيئه تعتبر بالنسبه للجيش وقيادته في موضوع الكورونا والاقتصاد اللي نازل بشكل سيء في الفتره الاخيره. من واشنطن عضو مركز العلاقات المصريه الامريكيه الدكتور امين محمود، شكرا جزيلا لكم.